نقول لكم واحد الكلمات زوينين، انا بغيت نشوف هاد السيده فوق العماريه، اما انا يديروني في لاطه كاع يدخلوني للفران. يعني هاد السيده هادي تكون فوق العماريه. تلقى الشاب المغربي مصطفى صديق الذي بات يعرف إعلاميا بلقب إكشوان إكنوان خبرا سارا، وذلك أياما قليلة فقط بعد كشفه لتفاصيل مؤلمة عن حياته وشهامته الكبيرة في علاقته بزوجته الشابة. فقد أعلن كل من ممولة الحفلات المعروفة مونيا رمسيس ومزين النجوم العرائس جواد قنانة عن استعدادهما لإقامة عرس تاريخي للشاب المغربي وزوجته من أجل إدخال الفرحة على قلوبهما. فأعلن خبير المكياج والتجميل المغربي جواد قنانة في بث مباشر على الإنستغرام أنه سيتكلف رفقة مونيا رمسيس مصممة ومتعهدة حفلات بالمغرب بتنظيم حفل زفاف للكوبل الشاب. وأكد خبير التجميل المغربي جواد بينغو المعروف بجواد قنانة أنه سيتكلف بمهمة تزيين العروس سواء من ناحية المكياج أو الشعر، وأن صديقته مونيا رمسيس ستتكلف بالقاعة وأزياء العروس وما إلى ذلك.